يا شباب، في هذا الفيديو أكثر اكتمالاً وصحيحة وبدون أخطاء لتثبيت جير بيلك بالارين روت فل. يعني هذا الجير بيلك أو هذا الطريقة راح تعطي الجير بيلك بالارين حق الوصول الكاملة للجهاز، بحيث أن كل الأدوات بإمكان تشغيلها على الآيفون والآيباد، وكل الأدوات المدفوعة بإمكانك تحملها مجانا، يعني تثبيت سيليو وستيديا جنبا إلى جنب مثل ما تشوفون. هذا هو السيديا مثل ما تشوفون، وهذا هو السيليو، حق الوصول الكامل لجير بريك جهازك. يعني راح نثبت جير بريك بالارين روت فول. اوكي يا شباب، طبعا حتى تتاكد ان هذا الجير بريك روت فول، شوفوا لو نفتح البالارين، لو تضغط على هذا الزر هني بتحصل اباوت روت فول. شوفوا، لاحظوا روت فول. اوكي، ايضا هذا الجهاز لو افتح السيديا شغال، لو السكاين شغال، لو افتح بالارين اضغط على هذا الزر، اضغط على اباوت، هني بتحصل روت فول. لاحظوا، ونروح لطريقة تثبيت هذا الجيل بريك وشرح كامل ومفصل. فيلا اوكي يا شباب، قبل ما نبدأ الشرح حبيت اوضح بعض النقاط. طبعا عندي قنوات عديدة، هذا القناة اللي راح انشر هذا الفيديو ما يخص أجهزة أبل، منوعة. أوكي، إذا تريد أنت أخبار عن الجيل بريك وتحديثات جيل بريك وشروحات آيفون أجهزة أبل، عندي قناتين خاص للآيفونات للأجهزة أبل بشكل عام. القناة الأول مهندس أبل، والقناة الثانية مهندس آيفون. اشترك في القناتين لأن كل قناة أنزل فيديوهات مختلفة حتى تعرف شروحات الجيل بريك، ويوصل لك أول بأول شروحات الايفون واجهزة ابل. اشترك في القناتين مهندس ابل مهندس ايفون. اوكي، نروح للطريقة تثبيت جيل بريك بالارين وتثبيت سيديا بجانب سيلو وعن طريق ويندوز بجيل بريك فول روت. يعني طبعا شو الفرق بين الروت فول والروت ليست؟ روت فول راح يعطيك حق الوصول، يعني راح تعطي الجهاز حق الوصول الكامل للجهاز الجيل بريك، حد لان الجيل بريك روت فول راح يدعم جميع الادوات، يعني كل الادوات راح تشتغل، تقدر تحمل اي اداه. وايضا روت فول بامكانك انك تثبت متجر السيديا بجانب السيلو. طبعا متجر السيديا هو اول متجر جيل بريك تم تنزيلها على الايفون، يعني في مميزات كثيرة من ضمنها تحميل الأدوات مجاني والتشغيل، يعني كل الأدوات راح تشتغل، تقدر تحملها بدون قيود، ومميزات كثيرة. فأنصح أنك تثبت الجيل بريك فول روت اللي راح أشرحها في هذا الفيديو بشكل صحيح وبدون أخطاء. أوكي، نروح للشرح. أول شيء يا شباب، ادخل الديسكريبشن وحمل الملف البالارين بصيغة ISO، وحمل هذا البرنامج اللي راح يحرق النظام على يحرق النظام بالارين على الفلاشة. بعد ما تحمل البرنامج اضغط كليك يمين، اضغط على Run Administer، تشغيل كمأسول. راح يعطيك البرنامج بيفتح. الحين عندك فلاش، كل ما عليك انك توصل الفلاش بالويندوز. بعد ما توصل الفلاش بالويندوز، الحين البرنامج راح يجيب لك الفلاش، تم تحديد الفلاش. الحين كل ما عليك انك تضغط على هذا الخيار وتروح لمسار الملف اللي موجود هنا، او تضغط تسحب الملف مباشره هنا وتضغط على ستارت، واضغط اختار اول واحد واضغط على ستارت، واضغط على اوكي. الحين انتظر ثواني لين ما يتم حرق النظام بالارين مباشره في الفلاشة. بعد ما انتهينا من حرق النظام او الجيل بريك بالارين على الفلاشة، اضغط على كلوس. اوكي، الحين يا شباب الفلاش جاهزة للاقلاع. طبعا كل جهاز كمبيوتر، سواء كان عندك لابتوب كمبيوتر ديل اتش بي سوني اي شيء،
طريقة دخول في قائمة الأقلاع أو البوت منيو تختلف. أنا جهازي هو F12، أنت جهازك تختلف حتى تعرف الزر البوت منيو لجهازك أو قائمة الإقلاع لجهازك. ادخل الديسكريبشن، هناك فيه فيديو وتدوينة سابقة شرحت كيف تعرف طرق معرفة زر البوت منيو لجهازك. أوكي؟ طبعا انا هو F12 فعرفت. انت ادخل الديسكريبشن وعرف زر البوت منيو وكمل الفيديو. اوكي، بما اني عرف زر البوت منيو اروح لزر ستارت، اضغط على الباور، اضغط على سيت داون او اطفاء الجهاز، اطفي الجهاز. اوكي، اطفي الجهاز حتى ندخل في قائمة الاقلاع للجيلبريك. اوكي الناس بيشوفوا، تنتظر لين ما ينطفي الجهاز. اوكي، بس انتظر لما ينطفي الجهاز بالكامل. اوكي، بعد ما انطفى الجهاز الحين كل ما عليك انك تشغل الجهاز الكمبيوتر الخاص بك وتضغط على زر البوت منيو باستمرار. شوفوا، اضغط باستمرار حتى يقلع على يروح يوديني في قائمة الاقلاع او البوت منيو. اوكي، هذا هو البوت منيو. طبعا الشكل تختلف، يعني مو شرط يكون مثل الديزاين هذا، طبعا تختلف على حسب النوع علامة التجارية. فانت بحث عن هذا UEFI SanDisk او هذا او هذا، اذا ما ظهر لك هذا، ما ضبط هذا، اختار هذا. اوكي، راح اختار هذا مباشرة، راح يقلع للجيل بريك بالارين. هذا هو الجيل بريك بالارين. الحين كل ما عليك انك توصل كابل الشحن بالايفون، بالايباد او الايفون بهذه الطريقه. الحين اضغط على وثوق بعد ما توثق الجهاز. خلاص، الحين نروح لتثبيت جيل بريك بالارين روت فل. اوكي، الحين كل ما عليك انك تضغط هنا انتر. اوكي، الحين كل ما عليك انك تروح تختار ثالث، رقم ثلاثة. اوكي، شوفوا هنا يا شباب روت فول، شوفوا حدد بهذه الطريقة أو اضغط على يمين، تم التحديد روت فول، واضغط على أوكي. أوكي، الحين روح انزل لتحت، اضغط على أوبشنز، ناس بيشوفوا، اضغط على انتر. أوكي، هنا ازل هذا الخيار، اضغط على سبيس، ازل هذا العلم، حط علامة على رقم واحد هذا، اضغط على سبيس، تم التحديد. الحين اضغط على انتر. اوكي، الحين كل ما عليك انك تروح تضغط على ستارت انتر. اوكي، انتظر ثواني لين ما يدخلك الى الريكفري مود. اوكي، بعد ما ادخلك الى الريكفري مود مثل ما تشوفون هنا يقول لك بريس انتر حتى يدخلك، يعني اضغط على انتر وادخل مباشره في الدي اف مود. اوكي، ادخل على دي اف مود. طبعا كل ايفون وايباد، ايفون 8، ايفون 7، ايفون 3، كل تختلف، طبعا كل جهاز تختلف طريقه دخول في دي اف مود. ايضا في فيديو سابق شرحت لكم كل الايفونات والايبادات الازرار الخاص بها للدخول في دي اف مود. هذا الجهاز الايباد طريقه دخول في دي اف مود انك تضغط على الجهاز الباور والباور والهوم مع بعض باستمرار لمدة 5 ثواني. أول ما ينتهي 5 ثواني تترك الباور وتستمر زر الهوم لمدة 5 ثواني، مباشرة راح يدخلك في الدي اف مود. أيضا راح يعطيك الأزرار في الشاشة. أوكي، في الشاشة لما أوكي، الحين راح أدخل في الدي اف مود مباشرة، راح أثبت الجيلبريك. شوفوا، أو أول ما تضغط على انتر لازم تضغط على أزرار الدي اف مود. أوكي، راح أضغط على أول شيء أجهز هني، أمسك زر، راح أجهز قبل ما أضغط، راح أجهز الزر. أوكي، واضغط على انتر وأمستبر في زر الباور والهوم 5 ثواني. أول ما ينتهي هذا العداد 5 ثواني أستمر في زر الباور لمدة 10 ثواني. أول ما ينتهي 10 ثواني خلاص تم تثبيت، يعني الحين جاري عملية الجيل بريك. أوكي،
طبعا هي تنتظر، لا تضغط اي شيء، لا تحرك اي شيء، لا تمسك هذا حتى ما يخرج يصير مشاكل. اوكي راح تنتظر هني شوي، يعني مثلا 3 دقائق الى 4 دقائق. اوكي اوكي بعد دقيقة او دقيقتين راح يكمل مثل ما تشوفون. الحين راح تنتظر ايضا لين ما يعيد تشغيل الجهاز، مثل ما تشوفون تم تشغيل، إعادة تشغيل الجهاز. أوكي مثل ما تشوفون بهذه الطريقة راح يشتغل الجهاز. أوكي بعد ما يشتغل الجهاز بهذه الطريقة، الحين كل ما عليك إنك تضغط على كنترول سي راح بيعطيك بهذا الشكل. لاحظوا كنترول سي. أوكي الحين كل ما عليك إنك تضغط تكتب في الأوامر، تكتب بالارين. أوكي بهذا الطريقة. الحين اضغط على مسافة واكتب فاصلة واضغط سي فاصلة اف بهذا الطريقة. الحين اضغط على انتر مباشرة راح يدخلك في الريكفري المود للمرة الثانية. مثل ما تشوفون تم الحين تعيد الخطوة، تعيد العملية الدخول في الدي اف مود وتثبيت الجيل بريك. هذا المرة راح يثبت البارا، يعني شوفوا راح اضغط على راح اجهز، بس اجهز باور. طبعا طريقة الدخول في الدي اف مود ايضا فتحصل في الديسكريبشن لكل جهاز ايفونات وايباتات. اوكي راح اضغط على انتر واستمر في زر باور والهوم. أول ما ينتهي هذا عداد 5 ثواني أترك الباور واستمر في زر الهوم لمدة 10 ثواني. خلاص بهذا الطريقة انتظر ثواني وراح يثبت الجيل بريك بالارين روت فول، ومبروك عليك. طبعا هني راح ياخذ أيضا 2 أو 3 دقيقة ما أعرف بالضبط. أوكي أيضا 1 أو 2 دقيقة خلاص راح يتم عملية الجيل بريك. راح تنتظر ثواني خلاص راح ناس ما تشوفون بالارين تم بنجاح. طبعا تخيل ان ما ضبط الطريقة، سوي فورمات للجهاز يعني مسح جميع البيانات والمحتويات وراح تنحل المشكلة. طبعا ناس ما تشوفون تم تثبيت جيل بريك بالارين روت فول. الحين راح بوضح لكم، تصبر الحين راح اوضح لكم. شوفوا الحين راح تنتظر ثواني لين ما يتم تثبيت البالارين رد فل. لاحظوا الحين راح تنتظر كم من ثانية وراح تظهر البالارين في الشاشة. اوكي مثل ما تشوفون ظهر البالارين. الحين لو تفتح بالارين، لو تروح على التفاصيل، يعني هني بتحصل السيلو الزبرة، هني بتحصل options about من ناس ما تشوفون روت فول. لاحظوا اوضح بس، شوفوا مكتوب شو روت فول. اوكي مثل ما تشوفون هذا هو تتم تثبيت روت فول. خلاص هذا الكيبل ما تحتاجه. اوكي الحين ارجع خطوه للخلف بعد ما ثبتنا روت فول. اوكي كل ما عليك انك تنزل الحين تثبت السيلو، وبعدين راح نثبت اشرح لكم كيف تثبت السيلو. تضغط على متجر السيلو، تضغط على انستال. في زيبرا، اذا عندك زيبرا، زيبرا قديم فما ينفع. افضل شيء انك تثبت السيديا، وهو اقدم نظام جيل بريك في ايفونات وايباتات. فطبعا ناس ما تشوفون الحين تنتظر ثواني لين ما يكمل عمليه تثبيت السيلو. اوكي الحين هنا احط اي باسورد، مثلا 1 2 3، مثلا 1 2 3، واضغط على 6 مباشرة راح يكمل، وراح يكمل بيفتح بيثبت السيليو مباشرة في جهة. تم تثبيت السيليو بوم. اوكي الحين افتح السيليو ايضا، اضغط على السماح، اضغط على موافق. كل ما عليك انك تروح المصادر، هني بتحصل الحزم، هني بتحصل طرقية الكل، يعني تحديث الكل. هنا بتحصل هذا الأدوات اللي راح يحدثها، اضغط على تأكيد.
اوكي الحين راح تنتظر لين ما يكمل عملية تحديث لكل السورسات والأدوات. اضغط على إعادة تشغيل السيليو. بعد ما تعيد تشغيل الجهاز افتح سيليو أيضا، روح للمصادر يعني السورسات، هني بتحصل هذا السورس، هذا السورس اضغط عليها. اوكي بعد ما تضغط عليها هني بتحصل هذا الخيار الخاص به، واضغط على هذا الأداة واضغط على التثبيت، اضغط على هذا الزر واضغط على التأكيد. نفس ما تشوفون تم تحميل الأداة، اضغط على إعادة تشغيل الجهاز. اوكي الحين نفس ما تشوفون راح يعيد تشغيل الجهاز. الحين كل ما عليك انك تروح تفتح السيليو مرة ثانية، تروح في البحث هني تكتب بي آر إي إف وتحمل هذا الأداة مثل ما شوف، تضغط عليها وتضغط على تثبيت. أوكي وتضغط عليه، تضغط على تأكيد، انتظر ثواني لين ما يحمل هذا، اضغط على التم. اوكي الحين الجهاز جهازك جيل بريك فل، بامكانك انك تثبت متجر السي دي. كيف؟ اول شيء طبعا ادخل الديسكريبشن راح بتحصل رابط. اوكي طبعا انا حفظت الرابط مثل ما تشوفون. وين راح؟ هذا هو الرابط، طبعا رابط الملف في الديسكريبشن. راح انسخ الرابط وافتح متصفح سفاري مثلا، اني ازق الرابط، رابط هذا الملف راح بتحصله في الديسكريبشن، اضغط على الدخول. بعد ما تدخل على الرابط في الديسكريبشن حمل الملف مباشره، اضغط على الداونلود. اوكي مثل ما تشوفون اضغط على التنزيل. هذا هو السيديا، راح نثبت السيديا. اوكي الناس ما تشوفون تم التحميل. اوكي مثل ما تشوفون هذا هو الملف، تم التنزيل. اوكي كل ما عليك انك تضغط على زر المشاركه وتختار متجر السيليو مثل ما تشوف، اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها انتظر ثواني راح بيعطيك سيديا انستال، اضغط على انستال. اوكي هني بتحصل قائمه الانتظار، اضغط عليها. الحين اضغط على تاكيد. اوكي انتظر ثواني لين ما يتم تثبيت السيديا متجر الجيل بريك السيديا، اضغط على تم. خلاص الحين لو تروح للشاشه تم تثبيت السيديا والسيلو جنبا الى جنب. لو تفتح السيديا مبروك عليك، خرافي بام. شوفوا شوفوا السيديا والسيلو بجانب بعض، بإمكانك أنك تحمل كل الأدوات وبدون قيود وأدوات المدفوع أيضا. وهذا هو رتفل، تعطي حق الجيل بريك الوصول الكامل للجهاز. وبس يا شباب هذا هو المقطع، إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. وبس مع السلامة يا شباب. هذا هو يا شباب، اشترك في القناتين الثلاثة كلش، أي قناة عندي أكثر من 7 قنوات يا شباب اشتركوا في كل القنوات لأني راح تستفيد صدقني. بس يا شباب هذا هو المقطع، جيل بريك بلالين سيليو سيديا جنب الإنابند. وبس مع السلامة. اوكي يا شباب في شيء نسيت اقولكم، كيف ترجع للكمبيوتر وتشغله من جديد، يعني تفتحها بنظام ويندوز. كل ما عليك انك تكتب هنا في هنا تحت تكتب اكزيت اكس زيت وتضغط على انتر. بعد ما تضغط على انتر اختار ريبوت، راح يشتغل الجهاز. مبروك عليك، بهذه الطريقة تم تشغيل الجهاز الكمبيوتر بنظام ويندوز. وبس هذا هو طريق الإقلاع والرجوع إلى ويندوز. وبس يا شباب هذا هو المقطع، إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.